نحاول نقوم بعمل موحد وجماعي بتأهيل محطة زهرة اللي هي اللي بدها تضخ المية على المشلب، ولما جيناها تقريبا يعني من شهرين يعني ما لقينا بيها شيء صالح نهائيا. اليوم هذا احنا أهلناها وجاهزة أمورها وجبنا لها مولدات وقاعد نشتغل بيها لبين ما نجهزها تصل المية بالحنفية لكل بيت من أهالي الرقة. وحاليا احنا الحستين لبين ما نشغل الحنفيات قمنا بجيب صهاريج المجلس المحلي مجلس مدينة الرقة لتوزيع المية لجميع الأهالي بشكل مستمر، بحيث أنه المواطن ما يحتاج إلى ماء يعني نهائيا. متطوعين في التدخل المبكر، نوزع مي للأهالي مجانا. طبعا نحن نعبي من المناهل، بعض المحطات معطلة ونعبي مي يعني معقمة ونوزع للأهالي بلاش. طبعا كل اختصاص منزل 5 براميل، أو إذا المنزل فيه عيلتين نعبي 10. عندنا 10 صواريج هالبلدية يوزعون المي على الناس وفق نظام إداري معين، لأنه أسسنا بحي مشلب 13 كومين، وفق الكومين نظام إداري، وفق النظام الإداري نوزع المي على حي مشلب. وهناك أيضا منظمتين كان لهم دور بتوزيع الماء على الناس، المنظمة التدخل المبكر وهي منظمة آر تي ومنظمة سولديرتي، وهي المنظمة كان مبارح عنا وعملت معنا اتفاق وناقشنا بالأمر على أساس خلال هاليومين تحطون جرب وخزانات في الأحياء أحياء مشلب.